قصة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. إليكم أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تحذر من الخطر المقلق لمتحور أوميكرون، ومجموعة السبع الاقتصادية تدرس تداعياته في اجتماع طارئ. التفاؤل يخيم على محادثة فيينا حول النووي الإيراني، وطهران تصر على رفع العقوبات الأمريكية. الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة تمادي الكيان الصهيوني في تحدي الشرعية الدولية. وفي الرياضة، ليونيل ميسي يحسم الجدل ويحصد الكرة الذهبية السابعة في تاريخه. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الموعد الإخباري. بداية، نشد وزراء الصحة لمجموعة الدول السبعة الكبرى في اجتماع طارئ بالعمل النموذجي لجنوب إفريقيا في اكتشاف متحور أوميكرون لفيروس كورونا وتنبيه الآخرين بشأنه. من جانبها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة أوميكرون تشكل خطرا عالميا للغاية، ووصفت المتحور الجديد بشديد العدوى. ظهور متحور أوميكرون يمثل خطراً مرتفعاً في العالم، لكن معدل انتقال العدوى به لم تتضح بعد. بهذا حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المتحور الجديد عقب اجتماعها، كما أكدت على إمكانية تغلبه على الجهاز المناعي، الأمر الذي سيزيد من تأزم الوضع وارتفاع عدد الإصابات في صفوف الملقحين أيضاً. الوضع الوبائي الذي حذر منه عديد المختصين، الذين أجمعوا على أن المتحور مختلف بدرجة كبيرة، حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ بعضها مقلق. الوضع الوبائي الحالي استدعى اجتماعا عاجلا لوزراء الصحة لمناقشة كيفية التعامل مع المتحور الجديد الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا الأسبوع الفارط، وتغلغل إلى القارة الأوروبية، حيث رصدت إصابات في كل من بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا. في محاولة لكبح جماح المتحور أوميكرون، لجأت العديد من الدول بما في ذلك بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، تركيا، السعودية وغيرهم، إلى فرض قيود على السفر إلى بعض البلدان الإفريقية، خاصة جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف المتحور هناك. انتهت في فيينا أولى جلسات الجولة السابعة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسط إصرار إيراني على رفع العقوبات الأمريكية. وقال علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين إنه متفائل، وأنه من الضروري أن يكون رفع جميع العقوبات أولوية في مفاوضات فيينا. في حين أكد إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا أن إيران مصممة على رفع العقوبات مع وجود رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية. أشعر أننا التمسنا نقاطا إيجابية من جميع الأطراف. هناك اتفاق بالإجماع بدون استثناء على الاستماع للشروط الإيرانية. نحن متفائلون جدا بمخرجات هذا الاجتماع، وهنالك إرادة للخروج بنقاط إيجابية مستقبلا. إلى الشأن الليبي، أين أشارت مصادر إعلامية في ليبيا أن قوات تابعة لخليفة حفتر قامت الاثنين وللمرة الثانية على التوالي بمحاصرة مقر محكمة سبها جنوب البلاد. وقالت تقارير إعلامية إن هذه القوات تخالت دون طبعا دخول الموظفين لمنع انعقاد جلسة النظر في الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي ضد قرار منعه من الترشح للرئاسيات. بالتزامن مع ذلك، استأنف المرشح عبد الحميد أدبيبة حكم المحكمة الابتدائية بمدينة طرابلس الذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.
شهدت لبنان إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون، وأغلق العشرات من المحتجين عددا من الطرق الداخلية ومداخل العاصمة بيروت ومناطق في البقاع شرق لبنان وطرابلس في الشمال ومدينة صيدا في الجنوب. وشهدت شوارع طرابلس انتشارا كثيفا لعناصر الجيش في وقت علقت فيه العديد من المدارس الدوام حفاظا على سلامة الطلاب. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة دولة الإمارات في فيفريا المقبل، وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر والكيان الإسرائيلي على غرار ما قامت به مع الإمارات. لا عدو دائم ولا صديق دائم في عالم السياسة المتقلب، فعلى الطريق نفسه الذي سار عليه وهو يستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع لفتح جسر آخر متقدما بخطوات مشابهة مع كل من مصر والكيان الإسرائيلي. أردوغان الذي ذكر زيارة مرتقبة إلى الإمارات شهر فيفريل المقبل على رأس وفد تحدث عن إقدام بلاده على بعض الخطوات بقوة. لقد قدم الإماراتيون خطوة استثمار بعشرة مليارات دولار، سنبني مستقبلا مختلفا عبر تنفيذ ذلك وستكون هناك تطورات إيجابية. إعلان الرئيس التركي عن حقبة جديدة في العلاقات تدخل في سياقها عودة أبو ظبي وأنقرة إلى طريق التقارب، تقارب أساسه استثمارات بمليارات الدولارات، ولعل تذكيره باستمرار المحادثات بين البلدين على مستوى أجهزة الاستخبارات والعلاقات التجارية أثناء الأزمة ما هي إلا تثبيت أن لغة المصلحة فقط من تتجاوز الخلافات الأيديولوجية والفكرية. ولا شك في أن ذكر القاهرة والكيان الإسرائيلي كحلقة مهمة في هذا الخيار والمسار التركي. عصفت الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا بكل صراعات دول المنطقة على مستوى قيادتها أو خلافاتها بخصوص أبرز الخلافات الإقليمية، فهل تتجه إلى مصالحة حقيقية أم ظرفية؟ دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الرئيس الجزائري في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن بلاده تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات وجميع الانتهاكات وقال الرئيس الجزائري أو طالب الرئيس الجزائري أيضا المجموعة الدولية بالاطلاع بمسؤوليتها التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناورته لفرض سياسة الأمر الواقع والتملص من التزاماته وإفراغ كل الاتفاقيات من محتواها لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها. إلى ذلك قال وزير شؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إن الجزائر تشعر بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق. من جانب آخر قال العمامرة في لقاء مع جريدة القدس العربي إن بلاده ستسعى للم شمل العرب في مؤتمر القمة القادم للوصول إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق التطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تشارك الجزائر الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار
آلية تأتي لتبرز من جديد الأهمية البالغة التي توليها بكين للسوق الإفريقية في إطار توجهها الرامي إلى تكثيف توغلها داخل القارة السمراء على حساب قوى كبرى منافسة. الصين إفريقيا، بقدر التباعد الجغرافي بين المكونين، بقدر عمق التوجه التقاربي الذي من فك يأخذ شكل تغول لافت للعملاق الصيني داخل القارة السمراء، منتدى تعاون صيني إفريقي، وإذ يبرز فيه تعميق الشراكة بين الطرفين وتعزيز التنمية المستدامة كأهم المحاور محل البحث المشترك، فإن الآلية لا تعد أن تكون سوى انعكاس لأهمية خاصة توليها بكين للسوق الإفريقية، بدليل اعتمادها لخارطة طريق تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني الإفريقي يمتد لآفاق 2035 على الأقل. الزعامة الاقتصادية السياسية للصين في إفريقيا لا تتجسد في كتلة المشاريع الضخمة المستثمرة داخل القارة السمراء فحسب، بل تحولت إلى صراعات تطفو إلى السطح بين بكين وقوى عظمى تتوجس من الهيمنة الصينية على سوق إفريقيا مقابل تراجع بارز لحجم استثمارات تلك القوى هناك، فلا فرنسا ولا أمريكا أخفتا قلقهما من ذلك باعتبار وصفهما لعلاقة الصين وإفريقيا بالشكل الجديد من أشكال الاستعمار. يقول مراقبون إن الصين تعتمد في رؤيتها الاستراتيجية لإفريقيا على ثقل قروض تمنحها لدول إفريقية عديدة ومنشآت تمولها كبنى تحتية أكسبتها فعالية ميدانية مقابل شراكة تقليدية تعتمدها الدول الفاعلة في إفريقيا، على غرار فرنسا التي لا تزال تراهن على مقاربة ما تصفه محاربة الإرهاب في المنطقة ودعم المنظمات الحقوقية كمدخل تتسلل من خلاله إلى العمق القاري، مقاربة سريعا من كشف فحواها وفق ما يوصف بأحادية المصالح. أعلنت الجزائر عن نواياها تصدير الوقود الأخضر باستخدام الأنابيب التي تعتمد عليها لتوريد الغاز نحو أوروبا، وتسعى الجزائر إلى تخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بالربع وتعويضها بالهيدروجين الأخضر في أول تجربة رائدة في العالم. الوقود الأخضر يدخل سلة صادرات الجزائر من المحروقات ضمن تحول جذري يمهد لتصدير الهيدروجين نحو أوروبا انطلاقا من الجزائر، بإعلان إيني الإيطالية العملاقة تنازل عن جزء من حصتها في شركة تسيير الأنبوب الناقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار. العقد المبرم مع مواطنتها سنام يستهدف عبرها عملاق الطاقة الإيطالي توفير موارد مالية إضافية لتغطية نفقات الانتقال الطاقوي الذي تنشده أكبر شركة غازية في جنوب أوروبا، بالتأسيس لكيان جديد تحت مسمى نيوكو يكلف بتسيير المنشأ الغازية مع تكييف خدماته بنقل الوقود الجديد. مسعى مهدت له مجموعة سوناتراك الجزائرية وإيني الإيطالية بهدف تحويل شمال إفريقيا لمركز إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر، لتكون بذلك الجزائر أول دولة تشرع في دراسة إمكانيات تصدير الهيدروجين عبر خطوط أنابيبها العابرة لأوروبا، تحول استراتيجي ورائد يستند على تعويض ربع صادرات الغاز نحو إيطاليا بالوقود الجديد ضمن مساعي أكبر شركة اقتصادية في إفريقيا لتسريع وتيرة انتقالها الطاقوي بإطلاق شراكة استراتيجية بين سوناتراك وإيني الإيطالية تتضمن تقييما مشترك لجدوى إنتاج الوقود الحيوي الهيدروجين والطاقات المتجددة. في الرياضة، توج النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية العالمية التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول 2021،
وهذه طبعا الجائزة جاء تتويج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالكرة الذهبية السابعة في مشواره الكروي في حفل كبير أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس. وتفوق ميسي في سباق الكرة الذهبية على كل من اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحل الإيطالي جورجينيو في المركز الثالث، بينما جاء النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما في المركز الرابع. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.